معنا الآن الفنان والمغني المغربي الكبير المعروف عن يعني عن تعريف ولا هو يونس ميغري. مرحبا بك. أهلا وسهلا. الفنان يونس ميغري، شنو هو التقييم ديالك وأنت كتشارك اليوم في مهرجان مراكش؟ صراحة الفيلم ديال نبيل عيوش يعني ماشي فاجأني، لأنه نبيل فاجأنا قبل يعني بالأفلام ديالو، ولكن فعلا مشى لواحد الموضوع اللي هو حساس واللي فعلا يعني خدموه بواحد الطريقة ذكية واللي توصل للجمهور. شنو هو الجديد ديالك؟ الجديد ديالي عندي حاليا كنصور مع السي لطيف الحلو لو ميتراج بور لو سينما. اون فيان دو تيرميني سالينا واحد لا سيري ديال 30 حلقة اللي سميتها أحلام نسيم، واللي غادي تدوز إن شاء الله في بداية السنة من إنتاج لا اس ان ار تي. وجو سوي اون بريباراسيون يعني مع سي محمد مفتكير في الفيلم المقبل ديالو إن شاء الله. وبالنسبة للجديد الغنائي؟ كنحاول نهيئ واحد الالبوم، ولكن كنقلب ليه على الامكانيات الماديه باش يمكن لينا نشوف الورق. كنشكرك بزاف.